السمح ذا الذرار المنع واريد يسفه من الأول قد قريلي السمح ذا الذرار المنع ويقرص ذا الذرار السلاك ذا شو المعنى مع أن تمي لا يون يغلظ أد يسر ورك أكين السمحي أكن كان دينا سمحي يولي في ذرار المعنى يسلاك يولي سذرار أذرار السلاك ذاين المعنى السمحاس وهرش الطحا ايه ربطي قول كاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين وابو بكر الصديق ما شاهو قدران 20 سنة سورة النور الآية 23 أنا عميه حديث الإفك حديث الإفك أنا عميه أبو بكر الصديق يقول قلنا كني مخلوق أني يخذ بس الخير نتصير راسي دشر ديريكت اه بعد يلدق موشيس اصطح بالأثاثة يلدق موشيس يتعاون وكذا حادث الإفك يعني يتعاون يث وكذا إلى آخره أبري لكن قرن استقبيليت يقنى النس يلدي يميس سرح كان ينسيس يبضى الميذن في صلى الله عليه وسلم يبضى في الصديقة عائشة من المؤمنين باب أبو بكر الصديق وراك رايح بعد الناس وقي ذين أسغل قغلي فان خلاص ما كان مساعد الأول شحال يخدم الخير ولا يرفد ربي يرصد القرآن إنس ألا تحبون أن يغفر الله لكم أي أي أي, أي. ونحمل راسي سمح ربي لكن نحمل غير سمح ربي نسمح خلاص ألا تحبون أن يغفر الله لكم أشو سيدنا أبو بكر الصديق نسبة له